معلمنا القديس بولس الرسول في رسالته إلى العبرانيين أصحاح 13 وعدد 7 بيقول الآية الجميلة دي: اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله، انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم. النهاردة إحنا قدام شخصية عظيمة اسمه موسى السائح، القديس موسى السائح. هذا الإنسان ولد في الأسكندرية وهو في عمر 13 سنة طلع إلى البرية في برية شهيت، وعاش مع أحد الرهبان في قلاية صغيرة لمدة حوالي 20 سنة، وبعدين بعد كده انطلق إلى واحة فيها أشجار النخيل والزيتون، وكان بيقتات من الثمار بتاعها، وكان بيشرب من مية المطر، واستأنس مع الحيوانات اللي كانت موجودة في هذا المكان استأنسها، وكانت الحيوانات بتيجي وكان عايش معاها. قعد على الحال ده 35 سنة، وكان بيعمل الملابس بتاعته من الليف بتاع النخيل ومن الأغصان بتاعة النخيل، صعف النخيل كان بيعمل منها أيضا الملابس بتاعته، وعاش الفترة دي. وطبعا إنسان سائح وعايش في البرية وساب حياة الفخفخة والعظمة في المدينة، وحب أن يعيش مع ربنا في هذا الجو المتقشف. الشيطان ما سابوش، حسدوا الشيطان وجاله، بس جاله في صورة واحد شيخ كبير قاعد يحكي له حكاية، يقول له أنا كنت إنسان غني وعندي أموال كتيرة، بس أنا اديتها هذه الأموال للفقراء والمساكين. وقعد يتمشى معاه ويكلمه، قال له أنا ساكن في إحدى المدن الكبرى الغربية الخمس، قريب من بلدة اسمها برقة، وعندي قصر كبير. وهم ماشيين كده لقيوا قصر، فقال له القصر ده بتاعي وبنتي موجودة، وربنا أعلمني وأنا شيخ دلوقتي، أعلمني بنهاية أيامي إن أنا نهايتي خلاص وإن أنا خلاص هموت، فأنت خد القصر ده وبنتي تزوجها. فضل يكلمه، ده مين ده؟ الشيطان اللي هو ظاهر في صورة هذا الشيخ. هذا القديس تماشى معاه وبعدين اقتنع بفكرته، لما لقي إن هو خلاص هيموت فاقتنع بهذه الفكرة. وبعدين فجأة القديس بص لقي نفسه لا في قصر ولا في أي حاجة، ولا الشيخ ده أساساً موجود، بص لقي إنها خدعة من الشيطان حب إن هو يعملها له علشان يوقعه في خطية الفكر وفي الخطية. بعد كده دخل إلى الأسكندرية وظهر له برضو الشيطان ما سابوش، جاله في صورة فتاة استقبلته وأقنعته إنها يبات معها في هذه الليلة، فبات معها وأقنعته بأن هو يتزوجها. قالت له الزواج مش وحش، الزواج ما أبونا إبراهيم تزوج وأبونا إسحاق تزوج وأبونا يعقوب تزوج، الزواج وحش في إيه؟ إحنا نتجوز ونعيش مع بعض والزواج جميل جدا. فلما أقنعته بهذا قالت له بس شوف، أنا يهودية وإنت مش يهودي، فمفروض تغير بقى وتبقى يهودي زيي علشان نتجوز ونقعد مع بعض ونعيش مع بعض. وكانت الوقعة من الشيطان فعلا، وجحد المسيح. بعد كده أخذته إلى البرية، وهناك بقى الشيطان ضحك عليه طبعا، وهو عرف إن دي خدعة أخرى من الشيطان وقع فيها. أبونا القديس موسى السائح تمرمغ في تراب البرية وقال له إزاي يا رب أنا يضحك علي من عدو الخير من الشيطان بهذه الصورة؟ أنا أخطأت إليك يا رب سامحني. تمرمغ في التراب وفي الرمال وقعد يبكي ويطلب رحمة ربنا، يا رب أنا بتوب إليك سامحني واغفر خطيتي. ربنا ما سابوش أبدا، مدام واحد بيلتجئ إليه ما سابوش. جاب له القديس الأنبا صموئيل، جاله وحكاله، قال له اعترف له، قال له أنا عملت كيت وكيت وكيت، وهذه تجربتي مع الشيطان، عمل معايا كذا وكذا وكذا، حكاله كل حاجة. سجل الأنبا صموئيل هذا الكلام وأعلمه بوفاته، قال له أنت هتتوفى هتموت هتتنيح بعد 3 أيام. أخدوا وحضروا قداس ونولوا،
وبعدين بعد كده تنيح ودفنوا الأنبا صموئيل، وأعطى سيرته دي اللي هو كتبها لأحد الرجال يدخل بيها إلى الأسكندرية عشان الناس تتعظ بيها. نقدر نستفيد إيه من هذه القصة العظيمة للقديس موسى الساح؟ نمرة واحد، التوبة. التوبة على قد ما الشيطان بيدخل إلينا ويضربنا، لكن التوبة إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكوا. ضرورية ومهمة، بس خلوا بالكم من ربنا بيقول كده: لا تشمتي بي عدوتي لأني إن سقطت أقوم. عبد الله قال كده، داود النبي: لا تشمتي بي عدوتي لأني إن سقطت أقوم. لما بيرجع الإنسان مهما كانت خطيته، مهما كانت كبيرة، مهما كانت ثقيلة، مهما كانت عظيمة، لما بيرجع وبيرجع بقلبه يا رب، ربنا بيسمع صوته وربنا بيستجيب له وربنا بيلبي نداه وجاب له الأنبا صموئيل. ليه؟ علشان يؤدي التوبة على حقيقتها. هو تاب لربنا، رجع بقلبه، وبعدين الخطوة الثانية اعترف ليها بيها بكل ما فعل للأنبا صموئيل، ثم تناول من جسد المسيح ودمه، مشي في الخطوات صح، فكانت له الطوبة. هذا هو القديس موسى السائح. الحتة التانية اللي نتعلمها بسرعة كده عشان الوقت، حتة الشيطان لا يترك أحدا، لا يترك أحدا، وخاصة لما يكون الإنسان قريب من ربنا. الشيطان له بالمرصاد، هو بيقول كده: إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. فإبليس لكل واحد بيجي ولكل واحد بيجرب. بس في نقطة بقى التالتة اللي نتعلمها: لا نتهادن مع عدو الخير. الخطأ اللي وقع فيه القديس موسى السائح هنا انه تهاون مع الشيطان، اخذ وادى من زي حواء بالظبط. لما جه وقال لها: هل ربنا قال لكم ما تاكلوش من كل شجر؟ قالت له: لا، ازاي؟ ده قال لنا كله من كل شجر بس ما عدا الشجره التي في وسط فردوس الله. طيب ما هو قال لكم كده علشان يوم ما تاكلا منها تصيران كالله عارفين. اخذت ودت منه. مفروض على طول ان احنا لما يجي عدو الخير لينا بهذه الافكار نقف زي ما المسيح في تجربته مع الشيطان بالضبط: لا تجرب الرب الهك، ابعد عني يا شيطان، بمعرفة طرقك لا أصر. يبقى في وقفة، الوقفة الحاسمة مع عدو الخير عندما يهاجمنا بأفكاره أو بنظراته أو بلمساته أو بأي شيء يريد أن يسقطنا به. لو وقفنا وقفة حاسمة بدون تهادن وبدون تهاون وبدون أخذ وعطى معاه، بتتقطع العملية على طول. رابع حاجة وآخر حاجة نخلي بالنا منها كويس قوي، إن الشيطان الانتصار عليه سهل جدا جدا جدا. كتير من الناس يقول لك ده صعب، لا أبدا مش صعب، الشيطان سهل. عندما يهاجمنا وأمامنا طرق كثيرة جدا، أولا مجرد نرشم الصليب باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، الشيطان يهرب من الصليب، يهرب من علامة الصليب، بتحرقه علامة الصليب. مجرد ما نرشم الصليب ينطلق الشيطان، يبعد من قدامنا. كلمة الله، الكتاب المقدس، إذا أنا كنت حافظ آية أيتين ثلاثة أنطق بكلمة الله اللي أنا حافظها جوه قلبي، عندئذ ينهزم الشيطان، يجري، ما يقدرش يقف قدامي. إما كلمة الله، إما رشمة الصليب، اسم ذكر المسيح لما أقول له يا رب كون معايا، أنقذني من هذا الموقف، على طول ربنا مش هيسيبني، هيكون موجود معايا. هو دي النصرة الحقيقية. توبة، نتعلم من سيرة القديس موسى السائح. التوبة مهمة جدا. الشيطان ما بيسيبناش، الشيطان نقدر ننتصر عليه وننتصر عليه بكل سهولة. الشيطان مهزوم مهزوم، ودي الحقيقة اللي هي بتثبت لينا واضحة وصريحة لينا في طيات الكتاب المقدس. ربنا يقوينا كلنا ويخلينا نكون سامعين عاملين. قصة القديس موسى السائح تكون لينا بهذه الدروس، ولإلهنا المجد الدائم من الآن وإلى الأبد.